شيء زربته على متنه وراح حلاله في حر وفي حاله، وتلقى العامل ذا رويته يمكن 1000 ولا 1005 ولا ما يذكر، ويمكن بعد يجي يمكن ما يجي. الشباب ذولا من ربعنا فيسوون معلقه، قالوا بالله يا فلان كيف حياتك؟ انت مبسوط ولا لا؟ قال انا ويعاين فيهم، هو سوداني، والسودانيين ترهم هالبلاغه والحكمه. اي نعم. ويسكتون ما يجيبوا الكلمه الا موزونه. قال يا زول انا في زحام من النعم. الله اكبر يا اخواني. الله أكبر. راعي اخل اغنمه وحلاله والراتب 1005 يقول في زحام من النعم، ويمكننا في خيمه، نعم، ويمكننا في بر وصحراء. أكيد. طيب حنا يلي المكيفات ترن، والفرش احسن فرش، والدواليب يتضيق بالملابس، والبايكه مليان تنسيين، نعم، والتلاليج والله يا لك اللي نشريه، انما ناكل الا نص حنا ورعانا، ونص عسى الله يعفو عنا وعنكم ينطل. وش نقول؟ صدقت والله انا في نعمه. صدقت. يقول واحد من الشباب يقول والله يا جداننا لو تظهرونهم من القبور وتعلمونهم بالحياه اللي انتم فيها ما يصدقون، يقول انتم سبقتونا في الجنه، ما يتوقعون هذا الحياه. الله لا يغير لا علينا ولا عليكم. امين. يا مرحبا يا الاديب ويا الشاعر ويا الصديق الجزل، ارحب. الله يبقيك. الله يحييك يا ابو مسفر، البقى طالة العمر، شاعر ومبدع، وحيست لك مكان في صدور الرجال وفي مدرسة الشعر العربية الخليجية وفي السعودية بشكل خاص. الله يرفع دعوتك. الله يحييك يا ابو مسفر. الله يبقيك ويطول عمرك، تسلم وتدوم. الله يطول عمرك يا ابو عبد الله، انت شرف بالتواجد معك ومع النخبة اللي يرفعون الراس. كل رجال يمثل بني عمه ويمثل الادب بالشكل اللايق. صحيح. ودعوتك غالية، ومن خلال القناة المباركة اللي بنقول إن الله يوفقنا وياكم. آمين. الكلام اللي قلت من طيب راسك، ونفتخر بمعرفتك ومعرفة اللي مثلك وشرواك وشروا من يسمع. معلك زودي المطرق الوافي. أبو سعيدان يقول طفولته كانت بين الدوادمي والرياض، ودنا تعلمنا يا أبو مصر وين كانت طفولتك، ومش تتذكر من رمضان، وفي عمر كم صمت أول رمضان؟ والله أبو عبد الله إن قلنا حن في سنة نحن عشنا شيء صعب ما هو بصحيح، حنا في نعمة الحمد لله. الطفولة عشناها مع شيباننا في وادي الدواسر، مسقط الرأس وادي الدواسر، مسقط الرأس وادي الدواسر. تواجد الوالد كمدير شرطة وادي الدواسر، وتواجدنا هناك ومع قبيلتي يرفعون الرأس، ونعم بكبوهم، ونعم قصورهم في جميع القبائل، ونعم نشهد، وهم من الرجال اللي جيلتهم ترفع الراس، وخوتهم ترفع الراس، شك. واللي جاريهم بالطيب اما ياخذ قسمه مع الرجال ولا يتعبوا. فنحمد الله ونشكره، جاورناهم وكسبنا النعم وكسبوا النعم. وافي كلكم. وهذا المكسب من الحياه. اما بالنسبه للطفوله احنا عشنا في نعمه. الحمد لله. من سنة وجاي حن في نعم. قصدك انا وانت الشباب يعني احنا شباب. والله ابو عبد الله صلى على رسول الله. بعض الناس ابو عبد الله بعض الناس يحط نفسه انه عاش العيشه اللي عاشها مثل ابو هدال ومثل الشيبان اللي سبقونا بوقت. صدقت. حن نسمع من الشيبان بس ما عشناه. صدقت. حن نسمع انهم كانوا في شيء وفي عنا وفي امور صعبه، ولكن تحت حكامنا اللي الله يعزهم ولا يعز عليهم. آمين. ومسابقة مع الزمن نحن في تطور الحمد لله غير مسبوق الحمد لله. يوم تشوف الدول اللي يمينك ويسارك كما هم أو تقدم بطيء الحمد لله، بينما احنا عندنا قفزات الحمد لله. يعني على وقت الملك خالد هم يذكرون وقت الملك عبد العزيز كان توحيد المملكة على ايادي رجالا وقفوا مع الملك عبد العزيز ووحدوا هذا الوطن اللي احنا صرنا قبيله واحده، قبيله المملكه العربيه السعوديه. احسنت. تحت ظل الحكم العزيز، الحكم الشامخ، الحكم اللي نفتخر به. جاء في وقت القبائل متناحرين وكل قده يدور العافيه. على يدور العيشه، يدور اللمن، يدور الامان. فحكم الملك عبد العزيز ثم توالى من بعده حكم الملك سعود ثم الملك فيصل. احنا لحقنا على اخر حكم الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، عشنا في رغد عيش. الحمد لله. اللي يقول غير ذلك ما عنده سالفه. بس يعني قصده ان كانه سمع. أي. ان كانه سمع. فاللي سمعنا من الشيبان انهم عاشوا في شيء، قالوا لنا يعني في وقت حكم الملك فهد بدايته يقولون تراكم في نعمه ما عاشها اللي قدامكم. أي. واللي بعدكم كل وقت افضل من اللي قبله. واللي بعدكم ما ندري عينه ولا ما تعينون مثلنا. احنا الحين في افضل حاله.
الحمد تحت حكم سلمان الحزم ومحمد الله يعزهم الله يعزهم ولا يعز عليهم. آمين آمين آمين. الله يحييكم من يسمع. الله يحييكم جميعا. بس الكلمة السن ما علمنا به أبو أبو هذال علمنا الرجال ما. وهذال يقول صام عمره 14 وأنت يا أبو مسن. والله من حال ال 14 الحمد لله. احنا ترى بشكل عام او من الـ12 او من 13 والله ما ندري ان في نعمه الحمد لله. تدري اللي يحس بالتعب اللي يسرح ويروح ويجي لا نتكلم عنه هذا اللي مثل والله مثل ابو سعد والله هو سالم. اي والله سالم سالم يا اخوي. انا البارح من يوم عرفت عمري وذا سالم لا البارح شوف الله يا ابو مسر ولا نور ربع كان يقول ميدي انا شباب وراح البارح وعلمنا ولينا معزومين عند مطاليق ان شرواكم وقاموا ينشدون.